أهلاً ومرحباً بكم في مهرجان المسرح للجميع. للمسرح في مصر وجهان، وجه يبوح به لعشاقه ومحبيه فيمنحهم ما يبحثون عنه من فن خالص ومتعة رائعة وقيمة إنسانية سامية، ووجه آخر يبحث عن جمهور مغلوب على أمره يبهره ببريق أضوائه الزاهية التي لا تفضي به إلى شيء. ولا نستطيع أن ندعي لأنفسنا أننا نمتلك الحقيقة المطلقة، ولكننا نحاول ونجتهد ونسعى لأن يكون لنا شرف الانتماء للوجه الأول للمسرح المصري الحقيقي الذي يعبر عن عراقة هذا الشعب وريادة هذا الوطن وعبقرية هذا المكان. مسرح يتمسك بجذوره، يحافظ على تراثه، لا ينسى فضل الرواد الأوائل. مسرح لا يتعالى على جمهوره وإنما يحترمه، لا ينفصل عن الواقع ولا يبتذله، لا ينسى قضاياه ولا يرغمك على تبنيها. مسرح يمنحك المتعة ولا يتخلى عن رسالته، يتبنى هموم الوطن ويدعوك للتفاؤل. مسرح للجميع يتبنى قضايانا الإنسانية النبيلة ويبحث عن الخير والحق والعدل والجمال. إنه مسرح منكم وبكم ولكم، مسرح للجميع. انت حسابك معايا بعدين يا امينه.
الله، ايه اللي قلب البيت تاني؟ سيف يا هبة. ماما جت يا حبيبتي. يا ماما اتأخرتي ليه يا ماما؟ ماما ماما ايه بقى؟ ماما ايه بقى؟ يوم واحد ما تروحوش في المدرسة تقوم تهدوا البيت بالشكل ده؟ دي هبة. هبة هي اللي قلبت البيت كده، وانا قلت لها وبكل حنية بلاش كده يا هبة، وهي ما سمعتش كلامي. كذاب، هو اللي لخبط البيت وعايزنا نرتبه. قال ايه؟ عشان انا البنت وهو الراجل. الكلام الفارغ ده، بنت راجل؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ سمعتوه فين؟ ما هي دي يا اختي اسطوانه شغاله في البيت. انا مش قادره اصدق اللي بسمعه. هو عامل لي فيها يحيى شاهين وعايزني انا ابقى امينه رزق. ليه؟ انا ما اعملش غير هند رستم. لا 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 لا، انا مش عاجبني الكلام ده ومش عايزه اسمعه تاني. يلا اتفضلوا خشوا جوه. والله ما خطيها. اتفضل انت الاول يا سي السيد. عال عال، احسنت يا امينه. ورايا ولي عايزني. كتير قوي الولاد بيقطوا مننا كل حاجه، مش مننا وبس، مننا ومن التلفزيون. انا هلحق على ايه ولا ايه؟ يا دي الحوسه، الاكل ما سخنتوش. اما الحق قبل طارق حبيبي ما يجي. ايه ده؟ ايه ده البكه دي؟ اوضه النوم في الصوفه والحمام في الصالون، يبقى اكيد المطبخ بقى في البلكونه. اه طبعا، كل ده عشان الهانم مراتي، اكيد لسه ما شرفتش من شغلها. طارق. نعم. الحمد لله بالسلامه يا حبيبي. الله يسلمك. انا فرحانه قوي انك جيت. ده اللي جابك بدري. عشان المفروض اجهز واكل لقمه واسافر بعد ساعه. كل حاجه جاهزه، انا بس بسخن الاكل. ولما يتسخن الاكل هاكله فين؟ اخش تحت اللحاف واكل؟ ولا اقعد في الطشت واستحمى بالشوربه؟ ما عملت الشوربه، هتستحمى ازاي؟ انت بتهزري؟ معلش يا حبيبي، الدربكه اللي في البيت دي عشان الولاد كانوا بيلعبوا. انا قلت لك 100 مره انصاف ما تسيبهمش لوحدهم. معلش يا حبيبي، انا عارفه انك متضايق. انا صحيح النهارده اجازه بس جالي شغل فيه، والحمد لله اهو يوم وعدى. لسه ما عداش. بس هيعدي. لا مش هيعدي. ليه مش هيعدي؟ عشان انا لسه واقف في هدوم، وكان المفروض تجهزي شنطتي واسافر. هتجهز وهتسافر امتى ان شاء الله؟ اه طبعا، ما انت مقدرتيش تاخدي النهارده اجازه، شغلك بقى هو الاهم. انا مش فاهم، مش فاهم ايه قيمه شغلك ده بالنسبه لي. شغلي مهم جدا بالنسبه لي يا شيخه. ده حتى شغل تاني اللي هستلمه برضه هيبقى مهم. شغل تاني؟ شغل تاني حبك انت شغل تاني. والله تنفع مطرب شعبي. انا ما بهزرش، هتشتغلي شغلانتين. اه يعني كده مش هنشوفك خالص. وربنا هتشوفني عن طريق السكايب وانا مسافر. مسافره؟ عندي سفريه بره مصر لمده شهر. وكمان بره مصر ولمده شهر؟ تعالي هنا، انت ازاي تقبلي حاجه زي كده من غير اذني؟ ما انا كان لازم اقبلها، هناخد منها مبلغ كويس قوي. اه يساعدنا في تسديد الديون المترتله اللي علينا وشيل شويه من الضغط اللي عليه. ومين هيراعي البيت؟ مين هيراعي العيال؟ هو انا كل ما اترقى وامسك موقع جديد تطلعي بحاجه؟ انا قربت ابقى مشرف على انشاء مدينتين وانتي بتدمري مستقبلي. ما انا طول السنه سندك وسايباك تحقق طموحك. كتير عليا شهر احقق طموحي؟ انت مش حاسس بعذاباتي؟ مين اللي بيخبط؟ ما عندك الجرس. حماية يا حبيبي. يا سلام يا سلام،
ببقى سعيد لما اخش على ابني في بيته وليهم كلهم فرحانين ومهللين بلقائي. كملي يا هانم، مين السبب في عزماتك؟ شوف انت بقى، شوف مين اللي دخل البيت وتسبب في النكد اللي احنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امشي يا نكد، امشي يا نكد. خلاص بقى يا طارق، من فترة كفاية كده، انا مش عايزة الكلام ده قدام عمك. عمك؟ هو فين عمك ده؟ انت كمان مريضة وبيجيلك تهيؤات؟ والله العظيم كان هنا. هنا فين؟ اهو زهر كان بيجيب حاجة من بره والباب اتقفل. انا عارف انه جه. ازيك يا سيف؟ داخل الشنطه دي جوه. هبة حبيبتي وحشتوني، وحشوني. ازيك يا اولاد؟ ازيك يا طارق؟ ازيك يا انصار؟ اختار يا حبيبي. انا اسف والله نسيت اعدي على الترزي اجيب لك القمصان بتاعتك، بس هكلمه، هكلمه حدد ميعاد. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك ويسلم انصاف وتعم السعاده عليك. والله يا ولاد من دخله الشارع بشم ريحه السعاده. والله انا مش عايز اسمع ولا كلمه. انا اسف يا ابني. مش انت طبعا يا بابا، هو انا اتجننت؟ اه يا حقير يا ملعون. انا بابا؟ لا يا ابني، وانا اتجننت؟ انا بقول للشيطان، اصل وزيني قال لي قوم ارزعه قلمين، انا ما رضيتش. بص يا بنت ناس، عشان ننهي الكلام، الغلط مش فيا، الغلط فيكي انت. يبقى مش هيفيد الكلام معاك. اعمل لك حاجه يا عمي؟ ما تقول حاجه يا بابا. خد البزة واسكت. كان نفسي ارضعك والله يا حبيبي. انا قصدي تتدخل في الموضوع، انا عايش في نار. قولوا لي يا اولاد، الخناقه اللي فاتت قفلت على ايه؟ ماما سابت له البيت ومشي. الله، قفلت حلقه مشوقه. دفشت يا جد ودفشت، قصر الرجاله اتفات لهم بلاد. ايوه ايوه يا حاجه، ايوه ايوه. بس انا مبسوط ان ابوكوا غير لكم الانتريه، التاني كان اتم، ده مريح. جدو ده طشت. جدو ده طشت، انا طشت؟ ايه ده؟ فعلا جدو يجلس القرفصاء في الطشت. انت مش حاسه باللي انا بعمله؟ مش كفايه انا من المصاريف اللي الواحد شايل همها ليل ونهار؟ المصاريف اللي انت بتتكلم عليها دي انا بشارك معاك فيها يا باشمهندس. الملاليم اللي بتحطيهم بلا قسوة. مزيكا يا بابا؟ ما بعزفهاش كده منجها، لا انا بعزف مزيكا عشان تغطي على الحوار والكلمات والالفاظ اللي بتقولوها. ولادكم بيلقطوا منكم. ولاد؟ ولاد مين؟ ما طلعوا مش ولادكم؟ يلا يا ولاد، يلا على دار الايتام، يلا يلا يلا. اقول لكم ايه؟ روحوا لطنط تفيده والدكتور مفيد، ها؟ اقعدوا عندهم شويه لغايه لما نخلص الوصله دي. اوكي، دي طنط تفيده وجوزها الدكتور مفيد بيحبونا خالص. مسألة حب دي عشاني حرام، محرومة من خلف. انت يا ولية، يا هنا سيف، اوعوا تجيبوا ولا تفتحوا السيرة دي قدامهم كده، تحرجوهم. ربنا ما أرادش ان يبقى لهم اطفال حلوين زيكم عشان طلاقهم يبقى سهل. مش عشان شقتهم جنب شقتنا تفضلوا رايحين جايين وتزعجوهم. تربوي قول الكلام ده سيف، ده كل شوية بعتني الشقة هنا أجيب له حاجة، ولما أقول له روح أنت يقول لي لأ عشان أنا الراجل فلازم تسمعي كلامي. يرضيك كده يا بابا؟ لا طبعا ما رضوهوش. معقولة؟ لا يا سيف، أنا ليا معاك كلام كتير قوي، بس أنا هسيب أبوك الطرباوي هو اللي يتصرف. سيف! لا بالراحة على الولد. أنت صح، أنت حيوان. إيه رأيك؟ هو أخوك الراجل، تسمعي كلامه وتخدميه. امشوا امشوا، مش صعيدي، امشوا. معقولة الكلام ده؟
دي التربيه اللي بتربوها لاولادكم؟ هقول له يا عم. هقول له ايه؟ بتعلم ابنك يعامل اخته ويقهرها، عاملها انها شغاله ولا خدامه؟ هي اللي مش مهتميه بيهم ولا بتربيتهم. عندك انت في كل قسوه عمال تعصر فيا. معقوله ما لقيتش غير مراتك تعصر فيها؟ عايز تعصر؟ انا عارف انك بتحب القصب. اعصر قصب. لا يا عم، ده ما بقاش شايف فيه حاجه كويسه، ده ما عندوش نظر. لا القصب مش هيفيدك، امسك الجزر بيقوي النظر. معقوله؟ معقوله؟ كنت عندكم من اسبوعين وحضرت نفس الخناقه، نفس الكلام بنفس الالفاظ. لا يا عمي مفيش خناق ولا حاجه، انا مسافر. انا بقى كزوج من حق امنعك من السفر، وانا كاب من حقي احرمك من الميراث. مفيش ميراث، كفايه البدله دي احرمك منها. طارق انت كده بتعلن عليا الحرب، وانا بقى مصره احقق طموحي كست. ست؟ انا مش شايف ست قدامك. انت ريحتك بقت مواصلات عامه. بيتك طبعا. ما انت نسيت انك بيعتني عربيتي وسبت عربيتك عشان وضب لك الشقه وديكوراتها اللي كانت خرابه. الحقيقه انا ما كنتش عايز اغير ديكورات الشقه، انا كان نفسي اغير حاجه تانية. الغيارات الداخليه بتاعته قرحت. لا يا عمي ده يقصد يغيرني انا، لان ملامحك بقت تكشيره سواق الميكروباص. وصوتك بقى محشرك زي المنادي في موقف عبود. عبود واحد عبود. اسم الله عليك انت يا تبع السيده عائشه اللي رايح العباسيه. عباسي واحد، عباسي واحد. ايه يا عم ما تعمل عقلك بعقله. انا مستفز متغاظ، هو مش ابني بس غيظني. الولد ما كانش كده، حصل له نقله نوعيه قذره ضد الستات. والله يا عم انا مش مقصره ومستحملة. انا بالليل بطبخ الاكل واصحى من الفجر بصحي الولاد للمدرسه، انا بكسبهم واعمل لهم سندوتشات واخدهم وانزلهم المدرسه، وبعد كده اطلع اروح شغل، اخلص شغل اجري جري على المدرسه اجيب الولاد ونيجي على هنا اسخن الاكل. كل ده عشان لما طارق يجي يلاقي اللقمه ياكلها. معلش واديني جيت. معلش معلش فين اللقمه؟ معلش معلش فين اللقمه يا هانم؟ لقمه مفيش. امسك قرقيش صبر نفسك بيها. لا يا عمي سيبه، دي الخناقه اليوميه بدات، نفس الكلام ونفس التقطيع. ما هو عشان التصرفات هي هي فالكلام ده. الكلام لازم يبقى هو هو. انت ما بتتعالجيش يا انسان. الو مستشفى الامراض العقليه؟ اديني مدير المستشفى. اسماعيل. ازيك اسماعيل؟ اخبار المستشفى ايه؟ ايه ده عليها اقبال؟ بقول لك ايه؟ هبعت لك ولد. لا لا غير الشاب اللي بعته لك. بس ده عايزك تهتم بيه قوي. انت بتكلم الثالثة يا بابا؟ بتفق معاه. طب قول له بقى توصله. بس ايه؟ لا هياج عصبي وهستيريا تحوليه. الاعراض تبول لا ارادي. ابعت لي قميص بسرعه بس يبقى واسع. مقاسي يا بابا. هظبطك هظبطك. لا ثلاث قمص، اربع قمصان. انا قلت له ثلاثه كفايه علشان يقدروا يسيطروا عليه. من فضلك شيل الحاجات من على الترابيزه. مش شغلتي انا اشيل حاجات من على الترابيزه. اسماعيل بدا الهاج العصبي. طب امسك الصينيه والاطباق. نعم انا امسك الصينيه والاطباق. سامع يا اسماعيل مش عايز يشيل صينيه، اصله كان ماشي بالصينيه وهو صغير اتقلب، ضربته علقه عقده قديمه. عشان تصوريني بقى وانا ماسك الصينيه والاطباق على اني بخدم الهانم، وتنزل الصوره على الفيسبوك واتفضح كراجل. سامع يا اسماعيل فوبيا الفيسبوك. لا ده يقعد عندك في المستشفى الامراض العقليه، احبسه. ايه ده يا عم انت بتبلغ عنه مستشفى المجانين؟ اعمل ايه؟ احاول افهمه ان اللي انتوا بتعملوه ده جنان. انت وهو بتخانقوا مين اللي يشيل حاجه؟ انا هشيلها. ده ايه ده؟ طارق ده مريض. يا بابا وشي. عشان كده عشان كده عمرك ما هتشوف الحاجات الحلوه اللي في البيت. ده انا مولعها لك صوابع العشره شمع. لا يا لا موضوع الشمع ده، ده انت ولعتي شمع مصر كله معايا. كل حاجة تعمليها مولعة لك صوابع شمع. معلش احنا مش محتاجين تولعي صوابعك شمع. فعلا احنا محتاجين انت بس تولع في نفسك واحنا نرتاح. ده انا طول النهار والليل واقفة على رجليا ما بونش. معلش عاملة زي النحلة. انت النحلة يبقى تقصدي بقى ان انا الدبور. ايوه دبور. حزينة على خراب عيشك. حزينة على خراب عيشي عشان النحلة بتلسع. النحلة بتلسع اللي بيقرب من عقالها.
يجيبها لنا احنا. لا تتسعيني ولا عايز عسل منك. كان معكم برنامج صراع الحشرات القذرة. انت نحلة، انت كله كرواتة، الشغل كرواتة، النظافة كرواتة، والاكل كرواتة. لا وكمان صايص. انا يا طارق اكل صايص؟ طب لعلمك بقى، انا من يومين كنت طبخة بامية. والله يا عمي كل الجيران اتصلوا بي اتهبلوا من ريحتها. ريحتها بس، انما انا اللي كلتها. بامية مزفلطة ومزحلقة وملزقة ومبربرة ومشوكة ومشراكة لا وكل بامياية بقمعها. معقولة يا انصاف دي البامية بتقال عليها مقمعها؟ ما معتهاش ليه؟ دي اخرتها؟ انا مش عارفة اعمل ايه عشان ارضيه. انا ما بخرجش مع اصحابي، حقي افك عن نفسي على الرغم ان هو طول الوقت مع اصحابي فسح وخروج وزيارات. وعلى فكره يا عمي ده مش تعبني، انا كل اللي تعبني اني بعمل كل ده وما اسمعش منه كلمه حلوه. انا حاسس يا بنتي، انا شايف اللي بيحصل في البيت ده قمه الاهانه. اهانتكم لبعض قدام ولادكم معقوله؟ لا انا هقعد يومين بس لازم ابحث في سبب الدمار. الدمار الحقيقة في حاجتين. الدمار الأولاني إني مش عارف مين سلت مني حزام البنطلون وأنا لازم أقطع. لا وفي يوم زي ده بالذات مش عارف لا أتحرك لا رايح ولا جاي ولا أقول الكلمتين اللي عايز أقولهم. بس هتحل. هتتحل. أنا الأهم عندي أدرس أسباب دمار البيت هنا. أسبابها واضحة. أنت السبب يا إنصاف. أنت دمرت ابني. أنا كان نفسي أخش بيت ابني ألاقيه ملك متوج سيد الرجال قاعد على الفوتيه تجري عليه تقلعيه الجزمة وتجيبي الأنجر وتحطي رجليه في الأنجر وتنزلي مية دافية و افرك ادعك 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 افرك افرك يفرهد في ايديكي كده. ايه يا عم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ دي صورة بوريله ان هو رجعي. اهي الصورة بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها والانجر ده هي دي الصورة اللي في دماغه. ازاي يستعبد مراته؟ حقك في رقبتي يا بنتي. انا هرجع لك حقك. بس هرجع الحزام الاول. فرصة بس هرجع حزام، هرجع لك حقك، بس أنا عايز بقى إيه؟ تديني فرصة أنا هربي ابني طارق من أول وجديد، هربيه، بس يعني روقي الجو كده، ها؟ وجو رومانسي، وامسكي فيه إنه يقعد ياكل لقمة، يلا نادي عليه. حاضر. طارق! فعلاً ولا منادي عبود. طارق! معقولة؟ لا كده، رومانسية. طارق! ايه ده في ايه؟ لا بتقول لك عشان وانت مسافر طريق مزدود عشان تعال ناكل لقمه سوا قبل ما تسافر. مش راضيه تاكل والله الا لما تاكل معانا. شوف الحنيه. لا واكل ايه تحفه، مش ريحه لا وشكل. يلا. لا 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 الاكل شكله ما يشجعش يا اخي. انت رزق فعلا. انا هاكل بابا. بابا السفريه دي 4 ايام بس، هرجع عليك مش كده؟ لا يا ابني انا قاعد يومين وراجع على بيتي في اسكندريه. طيب اشوف وشك بخير. على الله بقى تعقلها. مش لما عقل ابني الاول؟ استنى يا طارق. انا عايز اقول لك كلمتين قبل ما البلطون يقع. قبل ما تخرج. طارق يا ابني عايز افكرك قبل ما تتجوز انصاف أنا وصيتك وصية، فاكر؟ اللي قالها الشيخ الشعراوي رحمه الله لابنه قبل ما يتجوز. قال له يا بني هذه المرأة تركت الأب والأم والأخ والأخت وجاءت إليك لتكون لك أنت وحدك، فكن أنت لها كل هؤلاء. أنا عارف إنك أنت بتفكر دلوقتي وبتستوعب. كنت ناسي الكلمات دي. لما هتتأملها يا حيوان ولا أي تأثير ولا أي شعور. إيه ده؟
يسلم عليا؟ من غير ما يديني سوك شيء والله. احنا حياتنا بقت مستحيلة. لأنه حاطط في دماغه إنه أحسن وأقدر مني. بص يا عمي. بص الصورة اللي هتطالع على الحيطة. صورة راجل قوي وعضلات. ووراه ست ضعيفة وغلبانة ومستكينة. ده رأيي. طبعاً الصورة دي قصدي يحطها لي على الحيطة رسالة. عشان يثبت لي إنه راجل وقوي. وإني ست ضعيفة وغلبانة. طبعاً حضرتك لازم تبقى في صف لأنك أبوه. ثانياً لأنك راجل. لا يا بنتي أنا مش راجل. أنا مش راضي. أنا مش راضي على اللي بيحصل. بس سيبيلي بقى الموضوع ده بقى. سيبهولي بقى. قولي لي الأول. ده إيه؟ قميص إيه؟ مخط. والبدلة؟ مخططة. أنا كخبير تخطيط سابق في وزارة التربية والتعليم أنا هديله الدرس عمره ما هينساه. إزاي يا عم؟ هعمل له نقلة نوعية. نقلة نوعية بحيث أخليه يفهم يعني إيه ست قبل يعني إيه راجل. أيوه يا عم يعني هتعمل إيه؟ هرسم خطة عبقرية. هينفذها معايا صديقي وزميلي العمر الدكتور مفيد. ده طبيب مخ واعصاب، ماله هو ومال التخطيط؟ هتفهمي ان الخطه مبنيه على المخ والاعصاب. صبرك بالله، مفيد في شقته ولا في العياده تحت؟ لا دلوقتي اكيد في العياده. انا نازل له، هجره من قفاه واجيبه. صاحبي حبيبي. امضي تجديد العقد. معلش نزلت مستعجله عشان الولاد لوحدهم في البيت. ايه اخر مده للتجديد 3 ايام؟ لا لا بكره على طول ان شاء الله. ميرسي يا استاذ فؤاد، مع السلامه. مع السلامه. تعالى يا غالي، كان نفسي اغني لك طلعه السلالم. يا ما شاء الله عليها. خش. نزلت العيادة قلت سلفوني حزام، خدت حزام مصحف. عندي فوق كارثة ومصيبة، اطلع معايا. زفتني وانا طالع طلع السلالم يا ما شاء الله عليها. انا يا ما شاء الله عليها. مفيد افهم مفيد، الموضوع اللي عايزك فيه فعلا مصيبة، بس هي مسألة عائلية. خلي مصعد ينزل العيادة تحت. مصعد ده عيان عندي وبيساعدني. طيب انا هساعدك، انا هساعدك. هات الشنطه والبلطو يا مصعد. شاطر، شكرا، مع السلامه. اسحب مدرميت. ايه ده؟ ايه ايه اللي فين؟ قال لك ايه؟ بيقول لي الاستاذ دسوق خد مني البلطو والشنطه، يعني عده الشغل. انا اشتغل بايه؟ اروح اجيب طلبات البيت ولا انزل في العياده؟ قابل الامر ده ازاي من غير بلطو؟ الراجل متضايق وانا على لحم بطني بقالي 3 ايام. انزل بدي ايدي واشحت ولا اعمل ايه؟ حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم. كل ده في هوا هوا هوا. ده انا اختصرت. ده ده انت قلت له ايه؟ ابدا، قلت له انزل يا ده تحت، شوف الزباين حسب الاسبقيه ورتبهم وخد الفيزيتا من كل واحد، ولو عوزت حاجه اتصل بالدكتور مفيد، لو ما ردش عليك اتصل بيا انا هديله التليفون. بس فين المصيبه والكارثه؟ صديقي الحبيب، انا اكلمك دلوقتي مش كصديق، كطبيب مخ واعصاب. انا في مصيبه فعلا. انصاف انصاف. عارفها؟ عارف انصاف؟ مرات ابني طارق. عارفهم والشقه اللي جنبي. ايوه انصاف وقعت من طولها، كل ما اوقفها تقع، اوقفها تقع، رجليها مش حاسه بيها. انا تشخيصي الموضوع انها جالها شلل نصفي مؤقت. نهار اسود. اتشلت. انصاف. اتشلت يا مفيد. مرات ابني اتشلت. حر ولا قوه الا بالله. اتشلت 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 اتشلت. 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 شفت انت اتخضيت ازاي؟ شفت اتخضيت ازاي؟ امال انا اعمل ايه؟ انا جايبك عشان تقول لي ايه اسباب الشلل النصفي اللي حصل لانصاف؟ واضحه استجماتيزم او ميه بيضه.
ده انت دكتور سكه بصراحه. ايش دخل استجماتيزم وميه بيضة لمساله الشلل؟ انت اللي عندك استجماتيزم وميه بيضة. انت ما بقتش تشوف، ما بس هتتلطط قدامك زي العفريته اهي. انت شايفها ماشيه؟ اه هتتشل بعد شويه. مش فاهم حاجه. ولا انا فاهم. هفهمكم انا ناوي اعمل نقله نوعيه. ابوس ايدك وايد اللي جابوه. بلاش جمله النقله النوعيه اللي تعبنا بيها من ايام ما كنا طلبه في الجامعه. فاكر لما عملت نقله نوعيه كنت اتخرجنا من طب قاطع العربيه حلبسه قدام الجامعه. خلاص يا دكتور حلبسه خلاص النقله النوعيه دي لانصاف، هشل انصاف، ودي في حد ذاتها هتبقى نقله نوعيه لجوزها طارق. دكتور مفيد ثانيه واحده. دكتور تعتقد ان كفايه قوي على انصاف شلل نصفي ولا نعلي سقف طموحاتنا؟ يعني نجيبها مثلا سكته دماغيه او غيبوبه مستدامه. ممكن اعرف انتوا بتقولوا ايه؟ اوعى اوعى. انا مش فاهم حاجه. هفهمك. طارق جوزها بقى عصبي جدا وعنده هياج عصبي وكل يوم بيهين مراته. صوته ودوشته واصل لشقته. هتشهد على الكلام ده. اشهد. هرفع قضيه هتشهد على الكلام ده. اشهد. ده غير قله ادبه وسفلته ووقحته. هتقف قدام القاضي وتشهد. اشهد واقول للقاضي بالحرف الواحد ده واد صايع ملقاش اب يربيه. احترم نفسك يا مفيد، احنا اصدقاء وداخلين شغل مع بعض. فهمتك يا عم. انت عايزني امثل اني مشلوله؟ اكزاكتلي يس. فهمت. انت عايزني امثل اني مشلوله وما اتحركش عشان طارق يتورط ويبقى مكاني فيعرف قيمه اللي كنت بعمله. اكزاكتلي يس. اكزاكتلك. طبعا فهمت. انصاف عايزه تمثل انها مشلوله. اكزاكتلي يس. انتوا مش عايزين دكتور، انت عايزين مخرج يخرج لكم الفيلم الهابط ده. واي نوت؟ واي نوت فيلم النقله بس. انا كطبيب محترم اقول ان الموضوع ده لا يجوز طبيا، وكطبيب محترم جدا وفوق العاده لا يمكن استغل علمي في الخداع والكذب. ماشي خلاص ده لا يفسد الود قضيه، احنا اصحاب اساسا. انا اسف. طبعا اسف. ازاي تجرؤ؟ كيف تجرؤ وتطلب مني طلب متدني كهذا؟ كيف؟ طبيت يلا. ايه اللي هي اللغه العربيه الفصحى؟ ايه؟ افهم خلاص. انا بعتذر لك، انا كان المفروض ما اجيلكش، كان المفروض اروح لتفيد مراتك في شقتها واقول لها على السر اللي انت ائتمنتني عليه، انك انت فاتح حساب في البنك لوحدك وعمال تحوش فيه لانك خايف منها وشاكك انها بتحبك عشان فلوسك كده. اروح اقول لها ما دام انت مش موافق. على فكره موافق. هو مفيش مانع طبعا، طالما في هدف انساني لاصلاح شان الاسره انا معيش معانا. ايه ده؟ ايه ده؟ بتسلم من اول قلم كده؟ طالما الهدف نبيل وسامي من اجل اصلاح شان اسره انا ما عنديش مانع، بس بشرط سري ما يطلعش التفيد. حاضر. مش علشان تصلح شان اسره ام سيف تخرب بيت أسرة أهلي. لا خلاص، أنا جايبك كطبيب مخ وأعصاب، عايزك بقى تجيب لي شوية أشعة وشوية تحاليل تتطابق مع الحالة اللي هتبقى فيها إنصاف الشلل النصفي، عشان الواد طارق لو خد الأشعة دي والتحاليل ولف بيها على الدكاترة ما نتفضحش. ماشي. أشوف لك أشعات وتحاليل لو لف بيها العالم محدش يقدر يكشفها. كويس. طيب التمثيلية دي بقى هتاخد وقت قد إيه؟ جست لايك ذات. من شهرين لخمس سنين. ايه؟ اربع سنين ونص. لا احنا كده بنصلح حاجه ونبوظ حاجه تانية. شغل، انا لازم اجدد العقد وبعدين عندي سفريه بره مصر. وانا مش موافق. تفيده. ايه بص، هو انا موافق انها كل اسبوعين بس على اساس ما توديناش 60 داهيه. انا بقول لك اهو. خلاص، بس المهم كمان تفيده مراتك ما تعرفش ان شلل انصاف لعبه. ايوه تفيده دي صاحبتي وانا عارفاها، ممكن تتجنن وتكشف سرنا لطارق. تفيدة لو عرفت الوطن العربي كله هيعرف.
مش مهم، الوطن العربي كله مشلول، مش مشكلة. اقعد 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 يا مريرة، اقعد يا مريرة. احنا بنشكر الظروف ان احنا معانا الدكتور مفيد ابو حديد. مش جايبينك عشان تقيل هنا يا دكتور، اصحى. عايزك تشرح للمريضة ايه هي اعراض الشلل النصفي. بصي ثانية ما عندهاش لا خبرة ولا دراية بالشلل، ممكن تودينا في 60 داهية. ما انا جايبك ليه؟ ما انت طبيب مخ واعصاب، عايزك تشرح لها ايه هي الظواهر، الحالة بتبقى شكلها ايه. اشرح لها. انصاف، اعراض الشلل النصفي السفلي هو عدم القدرة على الوقوف او الحركة او المشي. التوصيف العلمي عدم الشعور والاحساس، صفحة 192 و485 من المرجع العلمي للشلل النصفي السفلي. ايه ده؟ انت بتسمع درس احياء؟ معقولة؟ في ايه يا دكتور؟ افهم، عملي عملي، قول لها ايه اللي بيحصل اللي عنده شلل نصفي. عملي؟ ايوه. بصي احنا قلنا عدم الاحساس والشعور بالمرة، يعني رجلي تبقى ميتة، يعني ارفع رجلي كده ميتة فوق. انا بقول ميتة وعدم احساس او شعور. بعدين يلا 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 هوبا اهو، تصدق عندها استعداد للشلل؟ ركز معايا، يلا 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 هوبا يلا 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 هوبا. سبع سنين في الطب عشان يلا يلا هوبا تسيبها تقع. يلا دي يلا تعالى سريع بسرعه. دكتور مفيد انا مختلف معاك طبيا، انا عايزك الجمله اللي انت قلتها، الاحساس والشعور، ايه المؤثرات الخارجيه اللي تكشفنا وتخليها فجاه تحس وتشعر؟ احنا مش عايزينها تحس وتشعر، عايزين نجرب. هات لي سبرتايه وكم معلقه، وده وقت قهوه ده. هات لي سبرتايه وكم معلقه. حاضر. اوكي ابشري. شوف هنعمل معاك ايه. تركز ايه؟ انت باصص في البلكونه. انا بفكر هنرميكي منها ازاي. قلقتي؟ انا مبسوط انك قلقتي. قلقتي؟ تقلقيش، احنا بس بنعمل شويه تجارب عشان نتاكد انك مشلوله. ايوه تجارب بقى زي ايه؟ كلامي خلص معاكي كمريضه، كلامي مع اهلك لما يقولك الزياره الجايه. انا فرحان اول مره اخش اوضه العمليات. تمام. البس الكمامه. الكمامه يا دكتور. مش على عينيك يا حيوان. مش التعقيم. سوري. ابشري. معاك دبوس ابره؟ معايا دبوس مشبك اللي كنت رابط بيه البنطلونات. قس الدبوس وشكها بيه. اشكها شكه خفيفه. لا شكه جامده. اخبطه لغايه لما يوصل للعظم. ان شاء الله يغرز ما يطلع. ماشي. بس على غفله عشان تبقى مفاجاه. انصاف استعدي انا هاجي اشكك. انت بتتكلم ده ايه؟ لا كده حاسه. لا كده مش مشلوله. كده مش مشلوله. كده مش ما ينفعش. ما ينفعش انت مش حاسه. كده اهو بصي. هو بعنف. طب ممكن يا عم تديني الدبوسه اشكك توريني؟ نعم نفسي. امسكي نفسك، امسكي نفسك. ايوه ايوه انت مش حاسه، انت مش حاسه كده بقت مشلوله. دكتور مفيد. ايوه ثانيه واحده. انت بتعمل ايه؟ هل صحه؟ صحه بالنار؟ امال صحه بالتلج؟ بس هل صحه على غفله عشان تبقى مفاجاه؟ استعدي دكتور مفيد جاي لساعك. يا غبي انت ساعك ده ايه؟ اللحم اتحرق، اللحم اتحرق.
تعال هنا. تعال هنا. أنا مختلف معاك يا دكتور مفيد. ليه دكتور تسوقي؟ بتقولي مش حاسة. المعلقة بردت. آه صدق؟ هسخن لك واحدة تانية. شايفة؟ تخافيش. مش عايزة أتحرق. أنت حلوة. أنت أمورة. بابا تسوقي سخن الشوكولاتة كويس عشان أنصوفة. حبيبي تسوقي. واه. تش. برافو. تش. أيوة كده مش هي مش حاسة فعلا. لا. كده تمام. تسوقي. نعم. هات لي عصاية خفيفة. خرزانة؟ لا شومة بس خفيفة. شومة مش غليظة. أوكي. أبشري. أنت هتعمل إيه؟ هجلدك. أنا اتشليت. خلاص. ما بتحسيش، أشوفك بتحسي ولا لا؟ كده مفيش إحساس. كده مش إحساس، كده مش حاسة، كده مش حاسة، مش إحساس خالص، مش إحساس، آه، دي إحساس. عايز أفهم العصاية دي عايزة في إيه؟ ركز معايا قوي بقى في اللي جاي. دي الربع. أيوه. دي زاد الصابونة تحتها حتة طرية، ابدع فيها بكل قوتك. مفيد شغل الكاميرا. الصور. بص بيسبول بسرعة ركز. بيسبول حلوة قوي، هبعتها لك واتس. مفيد دلوقتي جربنا كل حاجة، في سؤال بقى تعبني، المشلول بيحس بالكهرباء؟ لا طبعا نكهرباء. لا لو ده مش علمي بلاش. هات لي سلك عريان نحط فردتين في الفيشه وفردتين معايا. لا ده كده 220 فولت، ده تلات افاز. بص الواد طارق عنده صاعق، اجيب لك الصاعق؟ هات صاعق حلو قوي. هجيب الصاعق. ابشري. كهربا؟ لا مش كهربا، مش حاجه. انت اموره. هجربها معاك، هجربها الاول معاك. اسمعي واضح ان التجارب زادت عن اللزوم ووصلتها لشلل رباعي. يا سلام كده انصاف تاخد حقها من جوزها. هتاخد حقها عند اللي خلقها. ماتت ليه كده يا عمي؟ انا تعذبت. معلش يا بنتي معلش، ما هو لازم الست اليومين دول تتعذب قوي عشان تاخد حقها. كمان يلا هوب هوب، خلي بالك من الحوادايات. برافو برافو، خلي بالك من السفرة. ايوه برافو 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 برافو، يلا ريتيرن. هايل، انت دلوقتي اتمرنتي على الشلل واتمرنتي على الكرسي الكهرباء. تمام. بس انا خايفه يا عم، الولاد قربوا يرجعوا من عند عمته، لو شافوني كده هيتخضوا. اللي عايز اكلمك فيه قبل ما يوصلوا، الاطفال دول اذكياء جدا، خلي بالك لما هيخشوا ويشوفوكي بالمنظر ده هينهاروا ويعيطوا. انت لازم تبقي قويه قويه قوي، ربنا اصابك بالمرض ده تقبليه وتبقي قويه. في غيرك بيبقوا عاجزين حقيقيين قاعدين على الكرسي ده ونسميهم ذوي القدرات الفائقه، بيحققوا وينجزوا اللي احنا ما بنقدرش ننجزه. يا
لازم تتماسكي تنقلي لهم الطاقة الإيجابية إنك مبسوطة مبتسمة يعني راضية. خلي بالك وصلوا، خلي بالك العيال بيحسوا بنبرة الصوت حتى. حبايبي 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 يلا خشوا على وقتكم، خشوا على وقتكم، خشوا على وقتكم على طول. ايه ده مالك يا ماما؟ في ايه يا جد؟ وايه الكرسي اللي انت قاعده علينا؟ في ايه يا ماما؟ يا ولاد ماما اتشلت يا ولاد كده، ده بتقف على رجليها تاني. لا بلاش يا قط، عيب عيب، ما تعيطوش معقوله، عيب يا ولاد. ده انا سفرتكم اسكندريه عند عمتكم شيماء تقعدوا يومين على بال ما مر الماما على الشلل، قصدي امرنها ازاي تخف من الشلل. انا مش عايزاكم تزعلوا ولا تهملوا في مدرستكم، انا كويسه. انتم علشان تساعدوني عايزه اشوفكم في احسن حال. بنتي بتحكي على ايه؟ ده انت ما بيدش تعرج يا ما انا مشلوله يا هبه، معقوله اجري وطاطا القط عمي، قصدي ازعل عمي. انا مرنتك على الشلل مش الهبل. لا لا مش مصدق اللي حصل ده، مش مصدق انك مشلوله. لا مش مصدق انت يا زبله، امال هنعمل ايه مع ابوك؟ هتقول مش في سد بقى، ده انا عامل شغل عالي قوي بقى، الشغل عالي اللي عملته لي مش في سد. امك قدامك مشغوله اهي وكرسي كهربائي اهو، يلا 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 خش ذاكروا. انا رايح ماما مش هقدر اذاكر لكم لان تعبانه، ابوكوا لما يرجع من السفر هيتولى شؤون مذاكرتكم وشؤون اخرى باذن الله. والله انا ما فاهم حاجه يا رب. يا ريت ما تفهموش خالص. يا عمي انا كده قلبي بيتقطع، انا مش قادره اشوف ولادي والدمعه في عينيهم كده. هندخ بقى ولا ايه؟ ما هو ده عشان مصلحه الولاد وعشان مصلحتك ومصلحه طارق نفسه، عشان البيت يستقر. نايلة اقعدي بسرعه بسرعه، خشي على جوه عشان مش عايز الولد يشوفك اول ما يخش، بسرعه افتحي على الرابع، خشي في الحيطه حتى، خش يلا بسرعه بسرعه بسرعه. طارق طارق يا ولدي قبل ما اقول مساء الخير انا جاهز. انت تاخرت ليه؟ كل ده تاخير في ايه؟ ما هو انت فاكر ان الشغلانه اللي انت طب ايه ده؟ اتجنن؟ مش كفايه انت في دبرتي عامله فيا؟ طلبات ومساوير واوامر ما تنتهيش، ايه؟ في ايه يا جدعان؟ لا ده انت بقيت دكتور عرباجي بصراحة. ايه ده؟ ايه ده مفيد؟ ايه؟ الو؟ ايه يا تفيدة؟ اوام؟ لاندري؟ وانا راجع اوام؟ الخضار؟ لا هلاقي الكوسة بنفسي بنفسي اوامر. الرقم القومي ما؟ حاضر حاضر. أوامر 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 أوامر. شنطة العربية؟ أفضها لك. الفيزا؟ أعبها لك. أوامر. حبيبة جوزي. أوامر. أنا عايز أتشل. عايز أتشل زي الإنصاف عشان أرتاح. يا انصاف يا اختي يا دكتور مفيد، مش معقول مش معقول لا سنك ولا مهنتك تستحمل البهدله اللي انت فيها دي. سيبني بس اخلص موضوع انصاف واعمل لك نقله نوعيه. قولها لك اعملها دي اللي هتشيلني بجد. مهم جبت الطلبات اللي انا طلبتها؟ اتفضل. شعاعات التحاليل بتاعت حاله ميؤوس منها بقى لها 10 سنين. هايل. لو لف بيها على اعظم الاطباء في العالم محدش يقدر يكشفها. كده احنا في الامان، كده انا مطمن. المهم الحمد لله افتكرتك طارق، قاعده استعد للقاء. لا استعد للقاء الاكبر. تفيده مراتي اول ما عرفت حالتك نازله عياط. لو انا مت مش هتنزل دمعه. جارتي حبيبتي اللي ما تتبلش في بقها فوله. في نقطي ده بوسيت بس غيب وهزار.
انا مش قرفان منها غير من الفرنساوي اللي بتقوله غلط كمان. شو ما تتكلمش عربي ليه؟ اشرب سيبني يا مفيدة اطمن عليها وروح اعمل المشاوير اللي قلت لك عليها. اوامر ازيك يا نفسي؟ سلامتك ماشي غيه. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا تفيدة. الحمد لله انا كويس. حبيبتي كويس ان حماية ودكتور مفيد وولادي واقفين معانا. هو المرض وصل للمخ؟ انت فاكره انها بتضحك؟ وي لا بتتكرع من الادويه. مفيدة تقلقيش على صاحبتك هتبقى زي الفل. نو نو يا مفيد فريمون باردون نو. الصراحه حلوه في المرض. انا عمتي جات لها نفس الحاله دي ما قامتش منها راحت. استنى يا حبيبتي. عيبه حرام. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنت تفيلة؟ ماما ما عملتش حاجه عشان يحصل لها كده. خدي رجليا يا ماما امشي بيها يا قلبي. ولد مخدوم رجليك ايه اللي تديها لها انت؟ اصحى وفوق واعرف حقيقة مرض امك. هي بتشتمه بالام ليه؟ انا عمتي في الاواخر الحمد لله ارتاحت. ايوه كده تفاؤل. بتر ورجليها امك. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. ارتحت كده؟ ده تفضحي في ملابسك. تفيدة ما بلاش تاريخ عمتك. بلاش عمتي. انت نسيت اللي حصل لبنت خالتي؟ بنت خالتي اللي ابوس ايدك. ابوس ايدك يا تفيدة ابوس ايدك. الشلل اللي حصل لها مش نتيجة حادثة، لا ده من قهر جوزها ليها واهانته ليها. صح. مفيد خد بالك لو اللي حصل لها ده بسبب جوزها انا اشيلك قبل ما تشلني. يا ريت. سلامتك ما كنتي. هي مجنحه ليه كده؟ شكرا يا حسن. خبوها خبوها مش عايز الولد يشوفها اول ما يخش. داروها داروها. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. ايه اللمه اللي هناك دي؟ جايبين حاوي للاطفال يسليهم على بال ما ترجع من السفر. حاوي بيعيطوا وهو بيلعبهم مات مسكين. هو في ايه يا بابا؟ طارق يا ابني شد حيلك. كان مستخبي لك فين؟ خاش. طارق يا ابني احنا عملنا اللي علينا الباقي على ربنا. اتصدمت زعلي شلي. مين اللي اتشل؟ تفيدة مراتك؟ يا ريت. معقولة؟ معقولة يا ابني بتسأل على البعيد وما سألتش على أقرب الناس ليك؟ أنت يا بابا؟ خلاص يا حيوان. طارق مراتك إنصاف اتشلت. إيه؟ نو نقولها على المكشوف. أنت اللي صدمتها فزعلتها فشلتها. مش ممكن. إنصاف من إيه اللي حصل لك ده؟ من إيه اللي حصل لها ده؟ يا لسخرية القدر. ابني ابني ضنايا
ابني انا ابوه الوحيد لي في الدنيا، انت بتسال عليك اللعنه بعدد نجوم السماء، عليك اللعنه بعدد الخبور من ايام ادم، انت لابني واعرفك، اخرج من بيتي يا ابن الخطيئه، اخرج من بيتي، عليك اللعنه عليك اللعنه عليك اللعنه. حرام والله يا حرام، الراجل عمال يعيط كله على بنته. يوسف بيه ما تزعلش نفسك، انت ثروه معدنيه. انصاف انصاف، ردي عليا. لا انتوا اكيد قصرتوا. والله ما قصرنا. ما قصرنا والله. انا هعالجها في اكبر مستشفى، لو احتاجت تسافر برا هسفرها. اخلص خلاص. نمت يا ليه؟ ليه؟ انت راجل اخلاق. لا لا لا، سفرها بره يعني. يعني على اساس اللي قدامك ده تلاقوا دكتور يا هبل. انا مش قصدي يا دكتور، انا اللي متابع حالتها كلها سنتين ولا ثلاثه، انتوا زي الفل ان شاء الله. سنتين ثلاثه؟ طب واحنا هنعمل ايه؟ أنا هتصرف إزاي؟ أنا آسفة يا طارق يا حبيبي، أنا فعلا حاسة بالذنب. إيه ده، دي بتتكلم؟ ما مش كل حاجة هتبوظ مرة واحدة. فين؟ أنت عايزة تفصل باور خالص؟ فعلا يا جماعة إحنا في مشكلة كبيرة، لازم نفكر هنعمل ايه؟ مين هينظف ويغسل ويطبخ؟ ومين هيشتري الطلبات من السوق؟ هنستقبل؟ انا لو وقفت جنبك هنستقبل؟ معقوله مش اتفقنا؟ اتفقنا. في حد غير طارق؟ طارق ابني هو اللي هيقوم بكل المهام. لا يا عم، كتير عليه. والله ما في حاجه تغلى على طارق ابني. ايوه، جوزك يعمل كل حاجه بديلك. انت هانم. انا ما بحطش ايدي في حاجه. فعلا فريدة عمرها ما حطت ايدها في اي حاجة الا في جيبي. بس بطلوا الكلام الفارغ اللي بتقولوه ده. قول لي يا دكتور. ايوه. هو في امل انها تخف؟ نعم. بسأل حضرتك، في امل انها تخف؟ ثانية واحدة. قول لي، في امل انها تخف؟ انا خريج اداب، انت طب. شرفني. انصحني. طبيب هيعمل ايه؟ طمنه. اطمنه؟ طمنه كمان. طارق انا كطبيب بطمنك. بس كده؟ شوف يا طارق، مراتك عندها صدمة نفسية، ولازم نشوف ازاي هنزيل الصدمة دي. والحل في ايدك انت، ورينا بقى في الأيام الجاية انت هتحاول تسعدها ازاي. ايوه، يعني حاول تبقى معاها رومانسي، حسسها بأنوثتها. طب وانا مراتك لازم اتشل وابرك في الارض عشان تحسسني بأنوثتي؟ جاوبني. ثانية واحدة. اوكي. معرفش معرفش. لا لا معرفش معرفش كده. لا لا. دسوقي عايز يبوسك. مين فيك انت اتجننت؟ لا هو اللي اتجنن. طبعا. انا مش مصدق اللي انتوا بتعملوه ده. افهم، خليك معايا، افهم. اللي مطلوب منك انك تحسس مراتك بقيمتها وتحسسها انك واعي للي بتعمله. مش مهم يا جماعه، ما تضغطوش عليه. طارق صعبان عليا قوي. اه والله انا مش ابني، والله صعب عليا. وقفته في وسينا كده عامل زي البورس اللي مش لاقي حيطه يطلع عليها. انصاف، اذا كنت انا السبب في اللي حصل لك ده فارجوك تسامحيني. فعلا بورس. بورس لا بيهش ولا ينش، بس بيربي في القلب عداوه والله. طارق يا حبيبي، رغم كل اللي عملته فيا انا مسامحاك. وجودك جنبي وشيلك هم شايل هيخليني اسعد زوجه في الدنيا، وبكره ان شاء الله لما تشيلني على كتافك وتلف بيا البيت هحس اني طايره طايره. ربنا ربنا يقويك
علي مستنيك. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارفاني صحيح. إذا كنت أنت اللي شلتها فشيل بقى شلتها. حرام عليك، شلت مراتك وخليت ابنك يبقى سيف الجخ، معقولة؟ اشرب بقى. لا يا ولاد، لا ما تقلقوش، ماما هتبقى كويسة. مش عشان ماما ما بقتش تتحرك يبقى خلاص الدنيا هتقف، لا. كلنا هنساعد بعض. مش معايا انا يا بابا، لا مش معايا حدق، لا اصحى فوق. انا ابوك الوحيد ليك في الدنيا، انا مريض يا ابني والدكتور مفيد كشف عليا ولقى عندي فسافس نفسية، لو فسفوسة فرقعت يحصل مشاكل. لا يا ابني زي ما ابنك قالك، مادام انت اللي شلتها شيل بقى شلتها. اتنسيون اتنسيون اتنسيون، في حاجة ممكن تساعدها؟ الله يخليكي قولي. عمتي في الأواخر دخلت في دور صرع وتشنج وبتعض. ربنا يخرب بيتك. محتاجة حد يسيطر عليك. حرام عليكي. ده غير قرح الفراش. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده قرحة وقرحة كده. يخرب بيتك. بنتها جت تشيلها جال جداس، العمود الفقري اتكسر. لا حول الله يا ربي. بنت خالتي لما وقعت من القطر. إيه؟ ما كانش معاها تذكرة سواق زقاها يا رفا. لما وقعت القدر سحلها 20 كيلو، عدت محطتها دفعوها فرق مسافة. لا حول ولا قوة. كفاية سحب حد هنا ونسيب طارق بقى يا تفيدة نشوف الأيام السودة اللي هيعيشها. يلا يا تفيدة، يلا يا تفيدة، يلا يلا سوقي. تفيدة الوحيدة السليمة في عيلتها دلوقتي، نقلة بقى من نقلاتك النوعية، يمكن ربنا يكرمنا بالنقلة الكبيرة. عجبني ثباتك، عجبني صمودك، عجبني تماسكك. يا عيني عليكي يا اختي، صعبانة عليا يا حبيبتي، ربنا يقدرك يا اختي. بابا لو سمحت، أنا مش عايز إنصاف تسمع الكلام ده، مش عايزين نحسسها إن اهتمامنا بيها في مرضها مجرد عطفة وشفقة. ما بتكلمش على إنصاف، أنا بتكلم عنك أنتِ يا ضنايا، ده أنتِ هتشوفي أيام أسود من قرن الخروف. بس لا، لا، أنا كأبوك الوحيد ليك في الدنيا أراهن إن طارق ابني هيبقى ست ولا ميت راجل. أيوة ست ولا ميت راجل، وده اللي هنشوفه في الأيام الجاية إن شاء الله. زبلة من ساعة ما الواد طارق ده تولى أمور البيت، والبيت بقى مزبلة، كله زبالة، مزبلة جاية. طارق من فضلك نضف لي بقى كل التراب اللي في الصالة ده. حاضر. بقاش ليه يا حبيبي؟ ما عندك المكنسة الكهرباء جوه، أسرع وما بتتعبش. أنا مش في الكهرباء دلوقتي، أنا في البيت. العمل اللي يكنس بقى انزح ناقصه سموكن وبيبيون ويكنس، معقولة؟ سلك المكنسة مقطوع من جوه المكنسة. أخ، يبدو إن في مؤذي ابن مؤذية في البيت هنا نتش سلك المكنسة من جواها.
معلش يا طارق، مضطر تاخدها بقى بكره الصيانه تصلحها. حاضر. بالحق ماما، المدرسه بكره عايزين ضروري في مجلس الاباء. اديكي قلتيها، مجلس الاباء. اسمه مجلس الاباء، عمرك سمعتي قالوا عليه مجلس الامهات؟ بابا بقى بكره ان شاء الله يروح معاكم المدرسه. بابا، بابا اللي هيجي معانا المدرسه ده عمره ما جه ولا سأل عليه. بس يا واد. ايه انا؟ أنا بكرة مش فاضي. مفيش حاجة اسمها مش فاضي، هتحضر مجلس الآباء وتجيب تقرير عشان الأستاذة إنصاف تطلع عليه وتكتب هي تقرير. أنا بكرة الصبح عندي 100 مشوار. يبقوا 101. ولادك أهم. فين يلا يا ابني. يلا عندك شغل كتير متلتل، يلا يا بابا. يلا، آه شغل شغالات بقول لك. آه زحولة. يلا التراب تحت السجادة وتحت ال يا ابني مد إيدك تحت الكنب وتحت الكنب وكل زي الناس. مش مهم الكنس، انا المهم عندي المسح. حمسح بعد ما اكنس حمسح، هلحس الارض بلسان. بس تنظف لسانك الاول. لا مش بالجلد يا بابا، وتعمل لي بقى فيها برستيج. لا يا حبيبي، سلو بلدنا الخيش عطلك الجلده. سيء 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 سيء. وهو بيمسح اقفي قدامه. ها ما بص على البلكونه. أنا آسفة يا طارق يا حبيبي، عارفة شغل البيت كتير عليه، يا ريتني كنت سليم. أنا آسفة يا حبيبي إن قاعدة على الكرسي وإنت راكع تحت رجلي. سوري. مزبلة مزبلة زبالة 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 مزبلة كتير. اوعى تقول لي البلكونة مش نظيفة، أنا لسه مسحها امبارح. ما بتكلمش على البلكونة، أنا بتكلم على الشارع، كله زبالة كله زبالة. وأنتوا عايزيني كمان أنزل أنظف الشارع؟ ده واجب وطني. ولما الشارع بتاعك ينضف شقتك هتنضف. حاضر. حاضر حاضر حاضر. يا ريتني كنت انا اللي اتشليت. طارق. نعم. من فضلك يا حبيبي كوبايه ميه بسرعه، اخد الدواء بسرعه. يلا يا نيرس. مريضه مريضه لازم. ايه رايك؟ تمام يا عم، بس لسه نفسي اشوفه بيغسل، بقاله اسبوع مكوم غسيل قد كده، وانا لما كنت بتاخر يومين بس كان بيبهدلني. غالي والطلب رخيص. هبه سيف. ايوه يا جد. تعالوا يا اولاد، تعالوا يا اولاد استعدوا، ابوكم مصر يحميكم 3 مرات في اليوم، مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. ليه يا جد؟ انتي بيوتك. طالع عليه نظافه. عايزك تلموا كل الهدوم اللي عايزه تتغسل. ها كل الهدوم والملايات وكيس المخدات والكوبرتات، ولو طلتوا تشدوا الستاير شدوه، والهدوم اللي عليك حطوها معاها. ليه الهدوم دي؟ احنا لسه لابسينها نظيفه، نستنى لما تتبقى. انا هبقعها يا حبيبي، مالكش دعوه. حط كل ده في طشت. يلا يا بابا يلا. مش فاهم حاجه ولا انا. اتفضلي يا ستي. ميرسي يا حبيبي. ايه يا ابني هتتشعلق عشان تاخد الكوبايه؟ انحني يا ابني. طيب ميرسي. ما تنسيش ما تاخديش ال WYF5. خدي دروكس كي باركيسي. ميرسي يا حبيبي. ايه مستني التبسي يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. شغل جرسونات صحيح. يلا يا ابني يلا، ما تتلكاش، عندك شغل كتير. ولادك مصرين يستحموا 3 مرات في اليوم، مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. 3 مرات ليه؟ انتي بيوتك. طلع عليهم بنظافه. بالمناسبه بصيت من البلكونه، بصيت على عربيتك، عربيتك قذره، الناس افتكرتها صفيحه زباله، عمالين يرموا فيها الزباله. ما هنضف العربيه ليه؟ العربيه عطلت وبقالي اسبوع اهو رايح جاي التاكسيات. تاكسيات ليه يا حبيبي؟ ما عندك المواصلات العامة، اركب مواصلات عامة. صحيح ريحتك هتبقى ريحتها مواصلات عامة. بس معلش أنا موافقة. بعدين بص يا ابني، شوف لك حد عنده عربية يوصل عيال المدرسة ويرجع وتدفع له مبلغ كل شهر. يا ابني هين قرشك وما تهنش نفسك. البيت محتاج لكل قرش، وإحنا علينا ديون كتير، ومرتب إنصاف اللي كان بيسندنا وقف.
نعم تحجبها فيا وانا مرتبي كان ايه؟ ده ملاليم. والله ملاليم. انت ما عندكش غير حل واحد، تشوف لك شغل تاني بعد الظهر. شغل تاني؟ شغل تاني حبك انت، شغل تاني. شغلانتين؟ تشتغل شغلانتين؟ ده احنا على كده بقى مش هنشوفه ابدا. منين الوقت؟ انا بقالي اسبوع اهو بكنس وامسح واودي العيال المدرسه واجيبهم من المدرسه. انا ما بنامش بالليل، بطبخ الاكل علشان لما ارجع من الشغل يا دوب اسخنه. ولا انت ما عرفش تشتغل وانت بتتكلم؟ شغل شغالات تقف ترغي معاك، قال يعني بتعمل ود كده وهي مش عايزه تشتغل طرمه. ايوه زحول على الاركان، يلا زحول. لا انا مش هممني الاركان اللي على الارض، الاركان اللي في السقف. العنكبوت النونو، يلا هات الزعافه، هات الزعافه من المطبخ. طارق. نعم. تعال. معلش يا عم، معلش عشان خاطري قلب، سيبه يقعد يرتاح شويه. لا ما هو طبيعه قلبك دي بقى اللي هتتعبني بقى بصراحه. يا صفا يرتاح من ايه؟ هو بيعمل حاجه؟ عشان خاطري ده احنا اللي تعبانين. والله يا ابني احنا تعبانين من القعده والله. والله تحس كده ان احنا بروتا بس والله بنبذل مجهود ذهني، بنتابعك وبنشوف ايه الاخطاء والحاجات دي. والله تعبت. معلش يا عم عشان خاطري. اتفضل اتهبب ارتاح. ارتحت؟ الحمد لله. اشتغل يلا قوم اشتغل. ايه ده؟ ايه كل ده؟ وجايبينهم هنا ليه؟ دخلوهم الحمام عند الغسالة. يوه! هو احنا بنشتغل عندكم؟ ولا بنشتغل عندكم؟ البيت بقى كله شغالات. أمر لله، مضطر أدخلهم أنا الغسالة. طارق، يبدو إن المؤذي ابن المؤذية اللي في البيت نتش سلك الغسالة من جوه الغسالة. معلش يا طارق، مضطر تاخدهم بقى فمين على ايدك. قرح 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 قرح. ايه ده؟ الجامعة دي مش بتاعتي ولا دي جلابية انصاف، جم منين دول؟ دول يخصوا تفيدة والدكتور مفيد. عندنا موسم غسيل النهارده. ايه؟ ما نجاملهمش؟ هنجاملهم في الغسيل؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلسون ده بقى؟ عم جودة البواب مراته سافرت البلد وهو ما عندوش غيره. يرضيك؟ يرضيك حارس عمارتنا يحرس حيوان يحرس بيتنا من غير لباس؟ والله كده يبقى تقصير منا. انا اللي عمري هيقصر. مكملة ومالي الشغلانة دي؟ ايه ده؟ ريحة شياط يا حسني، الأكل هيتحرق. هرمونات الذكورة بتقل. لا لا ده ابني، لا 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 ده نايا، أجوزه ازاي ده؟ عمي طارق ناوي يشتغل شغلانة تانية، ده هيأثر على شغله كمهندس. بس ما تبقيش هبلة، وهو بيرغي معايا امبارح بالليل حسيت من كلامه شميت ريحتها. قال لي ايه؟ عايز يشتغل شغلانه تانية عشان يقبض فلوس يجيب شغاله يدفع لها ويريح هو. يبقى عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ الحمد لله الحمد لله، الاكل كان هيتحرق ولحقته. يا سلام اتمطع قوي، عملت حاجه صح. اتفضل يا حبيبتي. اتفضل يا بابا. يلا يا اولاد الغدا جاهز. يلا يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا بابا. شكرا حبيبي. عرف لكم انت عندك اسهال؟ لا صحيح يعني. لا ما هو باين. بسم الله الرحمن الرحيم.
هديكوا هديكوا. هو ده ايه؟ متهيألي مسقعة يا كسكسي. أنا متهيألي عدس. ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. أنا مش عارفة أنا هاكل إيه. واضحة جدا، دي فاصوليا. يلا يا كذاب. طارق خلاص، بعد ما عملت مسابقة عشان تعرف مين الشاطر اللي يعرف أنت طبختي إيه، أنا عايزك بقى أنت تستخير ربنا كده وتسعى وتقول يا ربي أنا طبختي إيه طبختي إيه طبختي إيه. أسرح واستخير يا فزورة، دي كوسة بالبشاميل. لا، الأكل شكله ما يشجعش. مش واكل، أنا شبعت. قومي يا بنتي قومي، نغسل إيدينا قومي. نغسل إيدينا من إيه؟ هو إحنا كنا أكلنا حاجة؟ أنت بتستهبل. حرام عليك، أنت دمرت أسرة الحلقة. واقف على رجليا في المطبخ طول الليل والنهار، مستني كلمة حلوة على السفرة، دي كمان ما لقاهاش. ده انا عايز صوابع العشره شامه يا اخي. اتبيني اتبين. شيلي باب ده، اكلك زفت، كنت متاكد ان احنا مش هنستحمل اكلك اسبوع، عشان كده انا اتفقت مع افخر مطعم في مصر هيوصل الاكل هنا دليفري. ايوه خش بقى جوه، استنوا على بال ما الدليفري يوصل، وادفع بقى كل يوم الوجبه ب 650 جنيه. ندفع 650 جنيه؟ آه. وجبة واحدة كل يوم؟ آه. أنا هجيب منين؟ آه. والله العظيم أنا تعبت، أنا تعبت. لا ولا تعالى. لا أنا صعب عليا. أنا آدي على ابني وأكره اللي يقول أمين. والله فعلاً صعب عليا. أقعد ارتاح. ارتحت؟ الحمد لله. ونكمل شغل. ماما خالد، أنا فين الحمام ضربة الرماية مغرقة الدنيا؟ يا مراني! لا، بصي، ممكن؟ لا. لا معقولة يا عمي؟ بعد ما قطعت سلك المكنسة والغسالة كمان تضرب حنفية الحمام؟ وكتاب الله كنت مخطط لبعد بكرة، بس ربنا عجل بالموضوع. مسألة العربية أنا ماليش دعوة بيها، اللي باظت دي والله ما جيت جنب سلكها خالص نهائي، بس إن شاء الله هو كده هياخد درس. بابا أنا هنزل أجيب السباك بسرعة. ولا جلابيتك مبلولة، الأندروير باين. لا يا عم لا، طارق اتبهدل قوي، مش هيقدر يستحمل اكتر من كده. اصبري اللي انت بتعمله فيه ده اذلال. فين انت نازل والله؟ لا انا ما ايه يا ولاد، معقوله الغشاوه عمتكوا يعني كده؟ واقفين مع جدو سايبين مامي؟ انت بتهزر يا جدو؟ ولد جدو مين؟ انا مامي، انا انصاف. لا يا عم خلاص، انا الولاد لازم يعرفوا الحقيقه. اوكي انا خفيت ومامي خفت. اسمعوا بقى، هبة سيف، احنا عاملين لعبة على ابوكم، لعبة بريئة، علشان عايزينه يحس بقيمة ماما ويحس باللي بتعمله، وعشان البيت ده يبقى فيه استقرار. يا ريت سيف يفهم الكلام ده. ماشي انا هلعبها معاكم. برافو برافو. استنى، طب انا لا، انا ليا وضع تاني خالص. بالنسبة لي انا بقى، يا ترى هتعمل معايا ايه؟ مبتز يا حقير يا مبتز، امسك. قشطة استنى يا سيف، انا كمان محدش والله ما افتح كده. لا هيبتزوني العيال دي. اتنيلي اقعدي بسرعة. ايه اللي رجعه بدري كده؟ يا طارق سواغد السويس، اهلا مدام من جنة احمد. يا تفيد خير، جايلك بكل خير، هعالجك يا غاليه.
سيبكم من دكتور مفيد ده مش هيفيد. اه سكير حطي دي في صدرك بسرعة. حطيتيها يوم ولا اتنين هتجري تتنططي على رجليكي. إيه دكتورة تفيدة، ايه اللي حطيته في صدرها ده؟ رجل سحلية ميتة. انت بتحطي فيها عليا؟ خايفة من رجل السحلية الميتة؟ بلاش سكي، حطي دي تحت المخدة قبل ما تنامي. اعرف الاول ايه دي؟ دي دخت عليها والله خنفسة صاحية. ينفع كده؟ مش هينفع، احنا جاية اعالجك، الحق عليا. يا دكتورة تفيدة، لا سحر ولا شعوذة ولا طب هينفعوا معاها، ما ينفعوش، هي مشلولة خلاص، والدكتور مفيد قال لي إنها خلاص مش هتتحرك. قاضي. لا لا شكرا يا دكتور. دوقي بس تدوقي، دويها دويها. الله الله يدوقي يمشي. طارق طارق اللي عاملها، كان بيعملها وهو صغير برضه. هي ايه؟ دكتور مفيد قال لي انها مشلوله وشلالها ملوش علاج خلاص، هتفضل طول عمرها مشلوله مشلوله. بس بس يا بزوقي ما تعملش نفسك كده، انا عايشه نفسي بالعياط. عياطي عياطي، انت اللي كلتيه مش شويه. عياطي. صوري الدكتور مفيد قال لي هيبقى فيه مضاعفات في السنين الجايه، قلت له لا ما تكملش، مش عايز اسمع. عايز اسمع، مش عايز اسمع، مش عايز اسمع. انا هخليها مشلوله كده احسن، ما تخوفنيش على المصير دي يا ريحانه. معقوله رجل السحليه عملت مخاوف بسرعه كده؟ لا 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 دسوقي، انصاف مشلوله. امال مبلوله ده قدامك ايه؟ طب والتنطيط والاغوبات والشقلبزات اللي عملتها ومشلوله؟ شقلبزات؟ ايه ده اختفت؟ يبقى لبستها. ايه جبت لها طاقيه لخفه. دسوقي انت عامل لعبه على طارق ابنك. بس لعبه بريئه لهدف بريء وهدف سامي، أنا عايز يحس بقيمة إنصاف. أياً كان السبب طارق ما يستاهلش أبداً تلعب عليه لعبة زي دي. أنا بظبط له حياته. أنا هقول له الحقيقة. قول له إيه؟ لا 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 مردوم 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 مردوم. بس خلي بالك خلي بالك، اللعبة دي من لا يمكن تتكشف، مش المفروض طارق يعرف إن شلالها ده لعبة، عشان لما تحتاجيني أقدر أظبط لك مفيد. دسوقي ابعد عني، حلو مفيد حياتنا هادية. تفيدة حبيبتي أنا أسفة، بس صدقيني أنا كتير قلت له نوقف اللعبة دي بس هو مش راضي. لعبة قاسية وقدرتي تلعبيها، ما صعبتش عليكي؟ السوي دي اللي سوته وحرق قلبي عليكي يا اللي ما تستاهليش. وطروقة طروقة صعبانة عليا، ده أنا لو عايزة أقول له إن أنتوا بتلعبوا عليه لعبة زي دي مش هقدر، هيحس بالإهانة وينهار مني. أنا لو أفهم بس أنت بتجنحي ليه كده مش فاهم. أنا مبسوط قوي من اللي أنت بتقولي ده، صح، لازم نسكت ونخبي عليه لغاية لما أنا أقول لإنصاف خفي قدامه وعملي نفسك إنك خفيتي. أهلا مدام تفيدة. قلبي معاك يا طارق، ده أنت اتهولت خالص. شغل البيت يا أختي. بابا عايزة أفرحك، مش أنا شفت ماما وهي بتجري وبتتنطط؟ شفت ايه؟ شفت ماما وهي بتجري وبتنطط. سيف نسيت اديك الجرعه، خد يا بابا حكها في جسمك. حكها. شفتها في الحلم طبعا. ان شاء الله حلمك هيتحقق يا حبيبي. شكرا يا جدو. الرزق جه الرزق جه الرزق جه. تعالى رجعك بسرعه كده. رجعت البيت عشان افهم، مش كفايه؟ تهيألي كفايه بقى، مش ننهي اللعبه دي؟ انا داخله جوه نام. استنى عندك انصاف. لعبة ايه يا ولد؟ لعبة اللي انا اكتشفتها من شوية. والله ما انا مش انا يا طارق. ولا انا، انا لسه عارفة وكنت هقول لك. تعالى بصراحة ابوك هو اللي رسم اللعبة دي. انا انا اللي العب على ابني. لا يا طارق يا ابني،
صدقني وما تصدقهاش، أنا لا يمكن أعمل العملة دي في ابني الوحيد وأنا أبوه الوحيد في الدنيا دي. لا يا هانم. كنتش متخيل أبدا إن أبويا ومراتي يتصرفوا تصرف يهينوا بيه كرامتي. شفتوا؟ مش قلت لكم؟ أنا قابلت الدكتور مفيد كشف لي كل اللي مخبيينه عني. طارق يا ابني، مراتك قدامك سليمة. سليمة؟ سليمة ومخبيين عليا؟ مخبيين عليا انكم عايزين تبيعوا صيغة الهانم عشان تصرفوا على البيت؟ وتقول لي سليمة؟ ايوه سليمة، ايوه سليمة. وانا لما قلت لك انها سليمة ما كانش قصدي ابدا انها مش مشلولة، لا سليمة نيتها سليمة. خلاص يا طارق، هما اكيد مش عايزينك تتورط في المبلغ. وانا وانت ايه يا حبيبي؟ ما احنا واحد سليم بصحته وما معاهوش فلوس، وواحده قاعده شايله صيغتها وصيغه امها للزمن، وانا طول عمري بساعدك. وانا شاهد. لا لا يا هان، انا هنا راجل البيت، انا الراجل اللي يراعيكي ويراعي الاولاد، انا اصرف حتى لو اموت من الجوع لاني راجل. ليه؟ هرمونات الذكوره ارتفعت شويه. الراجل المفروض يتحمل المسؤوليه اللي شايلها، احنا اتربينا على كده. الراجل يساعد مراته ويسعدها ويسعد الاولاد، هو ده الراجل. عمي انا عايزه اتجوز الراجل ده. انصاف يا انصاف، عايزاها تسمعك ازاي بس؟ يا عمي ده انا بصرخ مش بوشوشها. انا مش قصدي، قصدي انها حاطه سماعات في ودنها وبترقص على المزيكا من التليفون. شاهين ده انا مش عاجبني شغلك في البيت. ليه كده يا استاذ دسوقي؟ طب ده انا بمسك البيت حته حته وبنضفه. هو ده اللي مضايقني، بيت ده بيت محترم مش عايز نظافه. نو نظافة، هفة 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 كده، الموبيليا مش عايزة دعك دعك، لا 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 هفة هفة، والتراب اللي على الأرض متشيلهوش، ده تراب مصر، تراب مصر، واللي يفرط في تراب مصر يبقى خاين يا شهندة. سيبي كل حاجة زي ما هي، سيبيها سيبيها زي ما هي، النظافة هفة 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 هفة، كروتة كروتة، عايز كروتة. أنا مش فاهمة حاجة خالص. بس أنا فهمتك يا عم. تفهمي متأخر. لا فهمتك، أنت مش عايزة تنظف عشان طارق هو اللي يعمل كده وما يرتاحش. أيوه. بس البنت دي أنا مش مرتاحة لها، مش على بعضها كده وبايظة، واللي مضايقني أكتر طارق ينادلها يقول لها يا شوشو. ما ينفعش نطردها ولا نمشيها، طارق يشك في حاجة. أيوه بس ده بيديها 3000 جنيه في الشهر، ده أنا ما خدتهمش منه قصاد اللي كنت بعمله وأنا سليمة. أنتِ حيالله مراته دي مزة. قصدي يلا يلا البسي الفستان وجهزي ومكيجي وكده، عايز جو عالي، جو عالي النهارده. يلا حسسي يا اختي حسسي، خدي 3000 جنيه في الشهر عشان تحسسي. عاجبك كده يا استاذ دسوقي؟ جبت لي الكلام. انا مش عارفه مدام انصاف عاوزه ايه. واضحه انصاف، واضحه تقول لك من فعل 3000 جنيه عشان تحسسي. انتي ليه مش بتحسسي؟ قلتلك تحسسي، تحسسي على الموبيديا، تحسسي على الحاجات. بس دلوقتي بقى في نقلة نوعية جديدة. ايه النقلة النوعية؟ عايز البيت يبقى فلة، عايز نظافة، عايز البيت يبرق 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 والشمع تولعيه. وايه لازمتها؟ احنا النهاردة بعيد عنك، عندنا فرح. فرح؟ فرح مين؟
اهو بالجنان بتاعكو هتقولي ان هو فرح البت هبه المفعوصه. ليه وانا مجنون ولا متخلف؟ بنت عندها 7 سنين تتجوز قبل اخوها سيف. لا نقله النوعيه بقى. الباشمهندس طارق جوز مين؟ مدام انصاف. مدام انصاف تبقى له ايه؟ مراته. هما الاثنين ايه؟ متجوزين. نسينا نعمل لهم فرحهم، عملنا. انا همشي قبل ما اتجنن، وبكره في صباحيتهم هبقى اجي بالك. طيب هاتي الريشه معاكي. خلصتي تسوقي؟ نيمت سيف وهبه. كويس. اديت لهم 4 ازايز برياكتين دواء كحيت عليهم. انت مبالغه ليه؟ مبالغه على طول ليه؟ ها كويس كويس اللي انت عملتيه. بس انت وعدتني انك تخلص اللعبه دي عشان يرجعوا يعيشوا حياتهم. طيب. بيتهيألي طروق اتعلم الدرس. حاضر اوعدك اوعدك وان شاء الله بس اخلص الموضوع ده وانا اظبط لك مفيد جوزك. لا يا دسوقي باردون، مش مفيد جوزي اللي محتاج تثبيت، انا اللي محتاجه اتغير. اهلا بالزبونه الجديده، اهلا. اشتكي لي احكي لي. اللي شفته هنا خلاني اكتشف ان ساعاتي مع مفيد كانت مجرد تهيؤات. ما تشغلش بالك يا دسوقي. لا انا شاغل بالي من زمان. لا اسمعي بس اسمعي، احنا دايما متعودين نقول له يا مفيد، انت ليه بتقولي له يا مفيد؟ كنت بحاول انسيه اسمه. ايه الاخبار يا عريس؟ تعال طلوقة تغيشك. لبست لك انصاف وقعدتها على الكرسي المخصوص اللي انت عملته لها، مستنياك جوه. يلا غبار دسوقي. داكور. جاهز؟ جاهز. يلا كله مترتب. ها عايزين ليله رومانسيه تخليها تقف تنط كده. ها ادي الورد جبتهولك وادي الشمع، هتولع الشمع وتشغل المزيكا اللي انا محضرها لك وتخش تجيبها من جوه. عايز رومانسيه عاليه قوي. انا ما بفهمش في موضوع الرومانسيه ده. سيب نفسك للجو والاتموسفير، سيبه، ده شغلتي ده تخطيطي. ها خلي بالك انا هروح اقعد عند مفيد في شقته، بس في البلكونه بتاعته اللي هي لازقه في بلكونتنا، يعني هسمع كل كلمه. عايز شغل عالي قوي. روح يا ابني روح، اللي هيدعي لك هو ابوك الوحيد ليك في الدنيا. ايوه. طب ليه؟ هتعرفي حالا. الله، من زمان ما شفتكش في لبس راجل. ايه؟ قصدي في الشياكه دي. وانت كمان جميله قوي. ثانيه واحده. اتفضلي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. الله، وانا اللي قلت هتنسى عيد جوازنا زي كل سنه. انسى ازاي؟ انت حياتي، انت عمري كله. بحبك جدا. انصاف امسحي هنا. ايه؟ في بواقي اكل باين. الحسن ده يثبت انك بقالك كتير قوي ما بصيتش في وشي، لدرجه انك نسيت الحسن وليه ما قلت لي انك حبيتني علشان. ايوه 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 الحسنه. انت بس من كتر حسناتك اتلخبطت في الحسن. انصاف ممكن اطلب منك طلب؟ اطلب يا طارق. انت عمرك ما طلبت مني حاجه وما عملتهاش. ممكن ارقص معاكي؟ يا ريت. حلوه. ياه ياه ما طلبتها منك زمان، وكنت تقولي بلاش لعب عيال. انسي زمان، حاولي يمكن الرومانسيه تخليكي تقفي على رجليك. لا يلا لا بس. مش هقدر، انا مشلوله. لا هنرقص، لان قلبي هو اللي محتاج يرقص مع قلبك. ثانيه واحده. الله يخرب بيتك يا تسوق، نفسي ارقص معاه. Thank you.
انصاف طارق. انصاف حبيبتي. حبيبي مش هعرف احضنك. حرام عليك، وردي وجبتهولك، شمع وولعتهولك، البيت وفضيتهولك، حتى الحضن عايز نحضنهولك. حسب الله ونعم الوكيل. أزعجتك معايا يا دكتور مفيد. ما قالوش راحوا فين؟ وما بيردوش على الموبايلات. أنا عمال أرن لهم من الصبح، كده رصيدي هيخلص. أنا خايف كل إنصاف حصل لها حاجة وأبوك بيتجوز كعادته. مساء الخير. يا شاهين، أنت كنت فين؟ أبوك بعتني أجيب له طلبات، مربى، قشطة ومخلي. فين أبويا؟ وفين الهاني؟ معرفش والله. مربى وقشطة ومخلل؟ أبوك بقى خلل. يا بابا، ايه اللي حصل؟ انصاف تعبت وطلبت لها الاسعاف جت خدتها؟ طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ ها؟ ها؟ ما انا عارف ان انصاف فؤادي بيتحرك يا بابا. غبي، انا قلت انه غبي. بابا، انتوا فين دلوقتي؟ الو الو، الخط اتقطع. او تعمد يقفل السكه. هو هيتعمد يقفل السكه ليه؟ ابوك زودها خالص يا ابني، وانا لازم اكشف لك الحقيقه. حقيقه ايه يا دكتور؟ انا غلطت يا طارق، غلطت غلطه كبيره، غلطت في حق مهنتي. غلطت ايه؟ اتكلم ارجوك. ها؟ العلاج الاولاني في مشكله، فانا عملت لها علاج تاني كويس قوي قوي. علاج ايه يا دكتور؟ انت هتسرح بيا؟ انا خلاص عرفت كل حاجه، ريحت قلبي. انا خدت الاشعه والتحاليل لاكتر من دكتور وقالوا مفيش فايده. انا معايا الفايده. طارق، مراتك لازم تتصدم. عايزه صدمه تخليها تتفزع، اعصابها تطلع شرار، تلحم في بعضها، تقوم تقف وتمشي. ايوه بس اصدمها بايه؟ مش بعربيتك، ما انت غبي زي ابوك. انا مش فاهم حاجه من اللي بتقوله يا دكتور. افهمك، عايزين نصدمها بحاجه تخليها تقوم تنط تقف على رجليها. انت عارف انها ست، وما دام هي ست اعرف بقى ايه اللي يشعوطها ويشعللها. فهمتك يا دكتور، ثانيه واحده. بس برضو خايف من الغباء الوراثي. يلا يلا يلا. ايه ده يا شاهين؟ ده هي اللي فتحت لك؟ قبل اي كلام، نزلتوا من هنا ازاي ورحتوا فين؟ دخلت اعملها لي يا عم عشان اروح الشغل، فضيت العقد وركبنا عربيه الاسعاف والسرينه شغاله. ايه ايه ايه، الشوارع بتفضى. برافو. ايه ايه، علو كمان جوزك جوه يا هبله. سويت. شوف بقى يا دكتور، انصاف حبيبتي، انت كويسه؟ ما تقلقش يا حبيبي، شويه ارهاق، نفسيتي تعبانه. لقطت مني، جالها فسافس نفسيه برضو، عايشه في عذابات والله. لا اطمنوا، خلاص انا هخلصها من كل العذابات. بابا، انا عايز اعلن عن حاجه قدامك. اوصل بس تفيده بتنام. خليك يا دكتور. لا اطمن، ما انا هاجري ومش راجع تاني صدقني. وجودك مهم يا دكتور. بابا، أنا مش لاقي حل لمشاكلنا غير إني، يعني غير إني هستنى ساعة. ما هم تلات جمل، ما تقولهم له. خلصني. ده مش عشان، علشان الأولاد، علشان إنصاف محتاجة حد يرعاها، عشان البيت كله. ثانية واحدة. سيف، هبة، شاهندة، تعالوا حبايبي. أتونسيون أتونسيون أتونسيون. ثانية يا مدام كومبليزون، أنت بقى. انا ما صدقنا الواد عايز يقول حاجه. استنى، اتفضل، عايز تقول ايه؟ قولوا لي يا اولاد، انتوا بتحبوا طنط شاهين ده؟ قوي قوي يا بابا، دي
على فكرة احنا غدنا عليها. بجد احنا هنا. احنا هنا قوي. روح ربنا يوفقك. وانت يا شهيلة، انت بتحبي الاولاد وهتقدري مستقبلا انك تراعيهم؟ طبعا، دول في عينيا من جوه. ربنا يعلم انا بحبهم وبخاف عليهم قد ايه. دول هيبقوا ولادي. طيب توعديني انك تحبي انصاف وتهتمي بيها؟ دي زي اختي ومش هخليها محتاجه حاجه ابدا. وانت يا انصاف، انت طبعا عندي الاهم. انت هتحبي شهندة وتهتمي بيها؟ حاضر يا طارق، بس انا مش فاهمه حاجه. لخص وقول انت عايز تقول ايه. حقيقة انا مستني خلفية موسيقية تنزل لك يعني ولا تقول تهدب. انا قررت اتجوز شهندة. غوري في لحية. ينصر دينك يا دكتور مفيد، اقعد اطبك ولا بلاش؟ الحمد لله ماما اتحركت. فرحانة على ايه؟ مسألة قطع. تجوز عليا؟ تجوز عليا يا طارق؟ ومين؟ شاهين ده الشغالة؟ أنا من الأول ما كنتش مرتاحة لها. لا يا حبيبتي ارتاحت، اللي خدته القرعة تاخده من الشعور. شاهندة. 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 ليه كده حقك عليا أنا؟ دي وزة شيطان. الشيخ أبو عم. لا عاش ولا كان. شاهندة تريسي. شاهندة دي وزة شيطان. أعوذ بالله من الشيطان. افهمي بس يا انصاف، انت خلاص خفيتي. وحكايه جوازي من شهندة ده لعبه هزار، كان لازم اصدمك عشان تخفي. هي دي الخطه اللي عاملها الدكتور مفيد. بتخطط من ورايا يا شاهين. بتخطط من ورايا يا مفيد. ما خدتكش ابدا. بص عني اضطريت، مش من ربي. دي الحالة الوحيدة اللي عاشت لي من 10 سنين. كلهم ماتوا؟ ايوه. سيبنا صاحب نجاحي بقى. بعدين مين اللي قالك بقى ان انا خفيت؟ قالك ان انت واقفة قدامي. اعملي. ايه ده؟ انا خفيت. انها تتحسس جسدها. انا واقفة على رجليا؟ تأكدت انها تقف على قدميها. ولادي حبايبي. تحركت. جاياكم ماشية على رجليا. وتجمعت مع الأبناء. بغافو. إنها تتحدث الفرنسية. خلاص يا طارق. الحمد لله، خلاص انصاف خفت. خلاص كده ونعيش في تبات ونبات بقى ونعقل بقى ويبقى البيت فيه استقرار. كويس إنكم خلصتوا اللعبة دي. ده بلعبتكم على طارق، الراجل اتذل واتهان واتمسح بكرامته الأرض. يالا! أنت كنت عارفة إن أنا وتسوقي ورا اللعبة دي؟ أنت اللي خنتني يا مفيد. تخبي على مراتك يا قلوبين. ثانية واحدة، انت قلتي ايه؟ لعبة؟ انتوا كلكم كنتوا بتعملوا عليا انا لعبة؟ يعني حكاية الشلل وكل البهدلة دي كانت لعبة؟ انا تخلوني اتزل واسيب شغلي واصرف فلوس واتدين واكنس وامسح كل ده عشان تقفوا تتفرجوا عليا وتضحكوا؟ قمت عليكم. طارق يا ابني، اوعى تشكرني. اشكرك على ايه؟ على اني ابوك الوحيد ليك في الدنيا. ابوك الوحيد. انا ليه بيت اب؟ انا بحط النقط على الحروف. انا ابوك الوحيد ليك في الدنيا، فلتفخر وتعتز بنفسك. انا اللي خططت الخطه دي كلها من الاي تو زد، ومعي الدكتور العلامه دكتور مفيد ابو حديد دكتور حلبسه. الحمد لله الخطه جابت نتائجها
واول النتائج. امسك امسك المبلغ ده، دي الفلوس اللي كنت بتدفعها للاكل الدليفري، صافيه اللي كانت بتطبخ لما كنت انت في الشغل، كنت بحطهم في كراتين وخلي وادي يطلعهم هنا وانت زي الحمار تدفع 650 جنيه. شوف مراتك بقى وفرت لك فلوس قد ايه. وامسك يا بابا. البرا ضيق شويه. ودي فلوس الدروس الخصوصيه اللي كنت بتدفعها لنا للمدرسين، لان ما كانش في مدرسين، ماما اللي كانت بتذاكر لنا وحضرتك في الشغل. ودول 700 جنيه المصروف بتاعنا اللي كنت بتديهولنا الفتره اللي فاتت، احنا ما كناش محتاجين لاننا كنا عاملين مع جد مصلحه. نسكت يدينا فلوس. رغم كل الفلوس اللي انتوا وفرتوها لي لسه هعالجك بقيت عمرك مخ واعصاب ببلاش. برضه مش هقدر اسامحكم على اللعبه دي. طب اتنسيون اتنسيون اتنسيون. تلاتة اتنسيون. كنت اتمنى يكونوا تلاتة حاجه تانيه. طلقوم طلقوم طلقوم. انا لازم اقول كلمه حق. طارق ما دام شارك مراته وساعدها يبقى راجل فهم يعني ايه ست. زي ما انا اكتشفت اني سايبه جوزي يعمل كل حاجه وانا ما بعملش الا اللي يبسطني ويساعدني وبس. كنت فاكره اني كده ملكه متوجه زي ما الراجل اللي يحس انه ملك ومراته عبد عنده. ليه مفيد؟ ليه سبتني اتبسط واعيش حياتي واخرج مع صحابي وانت تعمل كل حاجه بدالي؟ انت يا مالي. مش محتاج ابدا ان يتعمل عليك لعبه زي دي عشان تعرف قيمتي ودوري في حياتك، عشان تعرف قد ايه انا كنت واقفه في ظهرك وسندك، عشان اوفر لك وقت لشغلك وتحقق طموحك. انت جوزي وحبيبي وابو ولادي، انت السند والظهر وامان البيت ده. انا كست مستعده ادفع حياتي ثمن للدفاع عن حقوقك، بس برضه منتظره منك انك انت اللي تدافع عن حقوقك. برافو. انصاف، انا لما جربت اقوم بدورك اكتشفت ان انا بقوم بعشر ادوار. معرفش ازاي انت كنت بتعملي كل الحاجات دي. انا زمان كنت شايفها حاجه بسيطه وتافهه، لكن دلوقتي بس انا عرفت قيمتك يا حبيبي. بابا اشوف وشكم بخير يا اولاد. رايح على فين يا بابا؟ راجع بيت اسكندريه. عليه العوض في اسكندريه. انا كنت متاكد يا طارق انك انت هترجع لعقلك، وكنت متاكد كمان ان انصاف عمرها ما هتعاملك بانتصارها عليك. انا كل قلقي على اولادكم واولاد غيركم. ازاي هتقنعوهم يعني ايه راجل ويعني ايه ست، وبتسيبوهم يتفرجوا على تمثيليات وافلام في التلفزيون بيقدموا ابشع صوره للمراه في مصر. يقدموا المراه يا اما عاهره يا تاجره مخدرات يا مدمنه يا منحله. هتلغوا الصوره دي من ذهنهم ازاي؟ هيفهموا ازاي يعني ايه راجل ويعني ايه ست؟ هنا صحيح في مجتمع ذكوري، بس لا، الست حققت انتصارات كبيره وتمكنت انها توصل لاعلى المراتب، وزيره مستشاره وقاضيه ومحاميه ودكتوره ومهندسه ومعلمه. بس ده مش من فراغ، ده كان نتيجه كفاح طويل لرموز نسائيه مشرفه على مر العصور. وصلوا لاعلى المراتب، حكموا مصر، حتشبسوت وكليوباترا، حكموا مصر وقادوا الجيوش وانتصروا وحققوا طفرة اقتصادية. هدى شعراوي وصفية زغلول من رموز النضال النسائي والنضال الوطني. سميرة موسى أول امرأة تحاضر في الجامعات المصرية، وحصلت على الماجستير والدكتوراه في الإشعاع الذري، وكانت نابغة
عشان كده لما سافرت امريكا في رحله علميه تم اغتيالها عن عمد للتخلص منها. كابتن طيار لطفيه النادي اول امراه تحصل على رخصه طيران سنه 1933. الاميره فاطمه اسماعيل قمه في السمو والتضحيه، ضحت بفلوسها ومجوهراتها واراضيها عشان تبني اول واكبر جامعه في مصر اللي بقت بعد كده جامعه القاهره. روزا اليوسف اللي بدات ممثله وبعد كده انشات مجله ثقافيه وفنيه، مجله روزا اليوسف، واتجوزت عشان تبقى ام النابغه الروائي احسان عبد القدوس. مفيدة عبد الرحمن أول محامية وقفت في ساحات القضاء عشان تدافع عن حقوق المرأة. غير الستات البسيطات، ستات لا يكتبن ولا يقرأن، ربوا أطفالهم ونموا عقولهم عشان يقدموهم مجتمع أدباء وعلماء ومفكرين، طه حسين والعقاد والدكتور مشرفة وطلعت حرب وغيرهم. والست البسيطة، الست المصرية البسيطة اللي لما لقيت ابنها عنده 3 سنين فقد عينه، ما رضتش تشوفه أبداً بيكبر بعين واحدة، اديته عينها عشان يكبر ويشوف الدنيا بعينه وبعين أمه. هي دي الست المصرية. في رجال عظماء واقفين ورا زوجاتهم ومؤمنين بحقوق المرأة، ولكن إذا كانت المرأة قد خرجت من ضلع آدم فأنا وأنت وكل الرجال وكل النساء قد خرجنا من رحمها. فكن قويا لاحتوائها لا لقهرها، كن عذبا رقيقا صادقا صديقا لا لامتلاكها، حينئذ ستمنحك سكا بحياتها ثمن، كن فارسا ستكون هي لك الحصن والوطن.